معتز وائل عفوا، معتز محمد، معتز وائل صنف رقم 31. يلا معتز، هو معدي معتز دلوقتي بنقطة، لو معتز جاب المباراة دي يبقى كده يعديه هو بنقطة، يبقى معتز معدي بنقطة لأنه كده فاز بخمس مباريات عنده 10 نقاط. ولكن هنا معتز، معتز يعملها يخطفها ويزود نقطتين ليه يتخطاه، بقى عنده كده 516. برافو يا معتز، برافو. داخل دلوقتي فالنتين الفرنسي، لا تشابا بوم المجري. يلا معتز، تشابا بوم مصنف رقم 5 وواحد من اللاعبين اللي طبعا مش سهل بالمره، مش سهل دخول هنا بقوه، خلي بالك. ولكن هنا بيفوز تشابا بوم، ياخد نقطتين، ياخد نقطتين تشابا بوم. كان عنده كده 508 بقى عنده 510 نقطه، زود نقطتين لنفسه. مهند شعبان المصنف الاول، اول لاعب يؤهل لدورة الالعاب الاولمبية في العالم طبعا في الخماسي الحديث بعد كاس العالم في تركيا والميدالية الذهبية. عايزين نزود النقط كده مهند، لسه عندنا السباحة. برافو، يا سلام يا هوندا. مهند شعبان هنا يضيف لنفسه نقطتين، محتاجين احنا النقط دي، محتاجين النقط دي، عنده كده 501. كان متاخر طبعا بسبب الفروسيه، عنده 24 نقطه جزائيه في الفروسيه طبعا، 24 نقطه يعني 24 ثانيه في منافسات الليزر. فالنتين بيلو الفرنسي مخضرم، ده مخضرم. فالنتين بيلو ده عنده 7 ميداليات ذهبية في بطولات العالم طبعا، متوقع ما بين الفردي والميكسد وايضا الفرق. مهند شعبان، يلا مهند، لاعب اعصر، لاعب الفرنسي فالنتين، لاعب اعصر. وهنا مهند فالنتين اللي عمل لمس الفرنسي هو اللي فاز، ولكن نقطتين ضافهم لنفسه كده مهند. يلا يا احمد، لسه طبعا عندنا 4 لاعبين مصريين في النهائي، في 4 لاعبين فرنسيين ايضا، عندنا 4 لاعبين مصريين في منافسه كده ما بين فرنسا ومصر، في عدد اللاعبين 8 لاعبين، 4 من مصر 4 من فرنسا في النهائي من 18 لاعب. احمد حامد، مفيش في تاتش ولا لا؟ مفيش نو تاتش. انا كده كده الطايم معايا، الطايم معايا مش مستعجل. 14 ثانية متبقية. احمد حامد لاعب اعصر. يا سلام، برافو يا احمد.
شوف سحب كده، سحب تشارلز براون وعمل الكانتر اتاك بسرعه، نقطتين يضيفهم 520 نقطه. احمد حامد يتساوى كده مع فالنتين بلاو الفرنسي، ويخرج كده براون البريطاني. دلوقتي بقى احمد حامد واحمد الجندي، احمد حامد واحمد الجندي في المنافسه، منافسه مصريه اخويه. احمد الجندي واحمد حامد، احمد حامد هيكون على يمين الشاشه، احمد الجندي على يسار الشاشه. الابطال المصريين في منافسه نقاط التميز في المبارزه، البونس راوند، نقاط اضافيه. تمويهات من احمد حامد، وهنا احمد الجندي يعمل كده تاتش انسايد حلوه جوه ويفوز بالمباراه، يزود نقاطه كده 527 الجندي. طبعا ما تحتسبش اللمسه ببطن السيف، لازم بالنصل او بالمقدمة السيف فقط. الجندي وكاميل كاسبرزاك، احمد الجندي وكاميل كاسبرزاك البولندي. مصنف رقم 6 احمد الجندي للان، كاميل كاسبرزاك مصنف رقم 60، بطل الاولمبيا المصري، صاحب فضية اولمبياد طوكيو، اول لاعب في تاريخ مصر يحصل على ميداليه اولمبيه في الخماسي الحديث. كتب تاريخ كبير احمد الجندي طبعا ليه ولمصر. وهنا شوف هو لمسه كده في الحذاء، لمسه في الشوز من كامل كاشبرزاك، ما خدش باله منها الجندي. 542 نقطه كامل كاشبرزاك. هيدخل دلوقتي مارفن فلاي، مارفن فلاي الألماني.